هذا الشبل من ذاك الأسد، مقولة أخذناها من عالم الأسود وطبقناها في عالمنا. تشوفه ذكي قوي جريء جدع، تقول ياه يا سلام، الله يرحم أبوه واللي خلف ما ماتش. طب ما تيجي نرجع المية لمجاريها ونرد المثل لأهله. الابن في حالتنا دي مش مثل للذكاء والقوة وبس، ده للجدعنة والشهامة والعزة، وزي ما تقول كمان مش ابن واحد، دول 6 أبناء، 6 أشبال كبروا وبقوا من أقوى تحالفات الأسود اللي مرت بسبي ساند. تعالوا ننسى الشبل شوية ونركز مع الأسد، الأب اللي خلف الجينات المبهرة دي. أسود وست ستريت ميلز المهدور حقهم في الذكر، ولا البعض لخص قصتهم في 2 سطر وبس، إلا إن آباء المبوجو لهم قصة أهم وأكبر بكتير من اللي اتحكت. أهلا بيكم في أرض العجائب. في رحلة النهاردة هنتعرف سوا على قصة أسود ويست ستريت ميلز، آباء المبوجو الشجعان اللي وصلت أعمارهم 14 سنة. انجابهم لذكور المبوجو اللي حكموا سابي ساند بعد موت آبائهم بالحديد والنار. في فيديو النهاردة من سلسلة ملوك البر، انضم دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشترك في القناة وادعم الفيديو بإعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس، ويلا بينا نبدأ. خلونا نبدأ الأحداث من وقت أغلبنا ما كانش لسه اتولد فيه أصلا، في مالا مالا وفي أواخر الستينات. بيظهر أسدين أفارقة بأجسام عملاقة اتعرفوا في الوقت ده بأسود ذا جراند فازرز أو الأجداد يعني، وبسهولة قدر الأسدين دول يسيطروا على بعض القطعان المجاورة ليهم، اتزوجوا معاهم وأنجبوا منهم أكتر من مرة. ومن وصف الأسدين دول تقدر تتخيل مدى قوتهم كان عامل إزاي. أسود ذا جراند فازر كانوا ملوك حقيقيين بهيبة وقار ما تلاقيهمش النهاردة في أقوى الذكور المهيمنة. وبعد تزاوجهم مع بعض القطعان وأنجبهم لأشبال كتير، امتد نسلهم وصولا لسنة 1990 تحديدا في شهر يونيو من السنة دي، اتولد 5 أشبال جداد في المنطقة. من رأيي كانوا أشبال محظوظين لسبب مهم. في التوقيت ده كان لسه السياج الفاصل بين كروجر بارك وسابي ساند قائم، وبالتالي كان تحرك تحالفات الأسود محدود بشكل كبير، وده هيئ للأشبال الصغيرين فرصة كبيرة للنجاة والوصول لسن البلوغ، وده بسبب قلة المعارك أو التحديات اللي واجهت أبائهم. وفعلا في شهر يونيو برضه بس لسنة 1994 وصل ال5 أشبال لعمر البلوغ، وبدأ كل واحد يمتاز بسمات شكلية معينة بتفرقه عن التاني، بداية من الأسد سكار نوز اللي امتاز بندبة على مناخيره، ثم أي برو نسبة لجرح اتصاب بيه في حاجبه، والأسد اللشقر بلونتي اللي اتسمى نسبة للونه اللشقر، وأخيرا الأسدين الأكبر والأقرب لبعض، الأسد بروكن نوز والأسد ماك سينيور. ال5 شباب دول ممكن ما كانوش أقوى الأسود الموجودة في عصرهم، إلا أن ترابطهم واتحادهم خلاهم قوة لا يستهان بيها، وده اللي سهل مهمة سيطرتهم على مناطق كتير. السيطرة بدأت في نفس سنة بلوغهم، فنجحوا في هزيمة بعض التحالفات الصغيرة، وصادوا أكبر أنواع الفرايز زي الجاموس البري والضباع والفهود، وفي نفس السنة قرروا يمد نفوذهم أكتر وأكتر. وخلال جولة طغيانهم اتقابلوا بواحد من التحالفات القوية، واللي كان متوقع انها تصمد اكتر من كده الحقيقة، تحالف سبليت روك ميلز. الا ان ويست ستريت حرفيا هانوهم واضطروهم للتخلي عن مناطق نفوذهم والهرب لبعيد. يومها اخدوا لقب ويست ستريت ميلز، واللي معناه بالمناسبة رجال العصابات او الشوارع يعني. كمان سيطروا على قطعان إناث كتير أهمها أوتاوا برايد وتشارلستون ومانجيني وغيرهم، إلا أن التحدي الأهم من اللي خدوه كانت معركتهم ضد رولر كوستر ميلز، وبرغم صعوبة التحدي إلا أنهم تجاوزوه وقدروا فعلا يهزموا التحالف القوي وتزيد هيمنتهم أكتر وأكتر. سنة 1998 وبعد ما وصلت أعمارهم ل3 سنين
قدروا يستولوا على قطيع الإناث الأهم، قطيع سبارتا برايد. كمان ضموا لنفوذهم إناث سلالة برايد، وضموا لضحاياهم أسود أقوياء زي جولدن مين وبلاك مين وغيرهم. وفي نفس السنة أنجبوا بعض الأشبال، على رأسهم الشبل اللي اعتقد فيما بعد أنه الأسد مكول. في سنة 2000 استقر الخمس أسود الأقوياء أخيرا مع قطاع إناث سبارتا برايد، علشان بعدها بسنة واحدة بس، وتحديدا في 2001، يخلفوا الخمس أشبال اللي هيتحولوا بعد كده لأسود المبوج الأقوياء بقيادة الأسد السادس ماكول. وست ستريت استقروا صحيح، إلا أنه دايما منعش دخولهم في تحديات كبيرة. ما هدوءهم اللحظي ده ما منعش التحالفات الطمعانة في ملكهم من تحديهم. وفي واحدة من معارك حفاظهم على مملكتهم، اختفى الأسدين سكارنوز وأيبرو، علشان يتبقى آخر ثلاث ذكور من ويست ستريت. وفي شهر فبراير لسنة 2003 يموت الأسد بلوندي بعد إصابته بالسل، ويتبقى الأسدين بروكن نوز وماكسينيور. ده التوقيت اللي سمحوا فيه للأسد ماكولو بالانضمام ليهم، بهدف تقوية تحالفهم وتعويض إخواتهم اللي ماتوا. لكن برغم حرصهم وتفكيرهم الخارج عن المألوف، مفيش مفر من العمر، الجسد لا يرحم على رأي ميسي. في أوائل سنة 2004 بدأت الأمراض تصيب الأسدين الشيوخ، خصوصا بعد ما وصلت أعمارهم ل14 سنة وأكثر. وفي أواسط السنة دي بيموت الأسد ماكسينير، وبعديه بأسبوعين اتنين بيحصلوا الأسد بروكن نوز، وتنتهي حكاية أسود ويست ستريت ميلز بموت الأسد بروكن نوز. انتهت حكايتهم صحيح، إلا أن أبنائهم أحيوا ذكراها من جديد، بعد ما قضوا حياة ممكن أهم وأخطر من حياة أبائهم. ونختم القصة بسؤال، برأيك ممكن يظهر من نسل المبوج وأبناء أقوياء يعيدوا مجد أبائهم وأجدادهم من جديد؟ قولي رأيك في التعليقات. وأخيرا أتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت معلومة جديدة. هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة أرض العجائب واشتركت في القناة، وهكون أسعد لو عملت إعجاب بالفيديو وشيرته لكل الناس. وكمان تقدر تتابعنا دلوقتي على حساباتنا على فيسبوك وتيك توك من خلال الروابط اللي موجودة في وصف الفيديو. وأشوفك الفيديو اللي جاي على خير.